أغلبهم في قتل كوفيد، ونعرف الآن الضرر الذي قامت به الغالبية الديمقراطية عندما أنفقوا 6 تريليونات تسببت بالتضخم وأثر ذلك على كل عائلة، وجعلتنا أكثر اعتمادا على الصين، وتسببت بثلاثة من أكبر الفشل في البنوك الأمريكية خلال الشهر الثالث والأربع الماضي، ولا يمكن أن نستمر بهذا الطريق. ولكن الرئيس انتظر 97 يوما ولم يحدثني. كان يمكنه أن يتحدث معي ويقول بأن أخطأنا في عدة الزوايا، ولكنه لم يفعل. والآن نحن على بعد 8 أيام من الوصول إلى مرحلة العجز، ولا أريد أن يحصل ذلك. لهذا فإن الجمهوريين في مجلس النواب رفعوا سقف الدين في أبريل، وفي أشياء معقولة ومنطقية مثل استعادة أموال الكوفيد، ودفعوا جميع العودة للعمل، وساعد سلاسل الإمداد، وأصبحنا أقل اعتمادا على الصين. والأهم من كل ذلك، فبدلا من أن جعلنا الدعم الاجتماعي وكذلك رعاية صحية أقوى، ونحن نقطع الشريط الأحمر، نستطيع بناء الأشياء في أمريكا مرة أخرى وإعادة الأشخاص للعمل. هذا أمر عقلاني ومنطقي، ولكنه بيد مجلس الشيوخ، ولكن انتظر رئيسها طويلا فيمكنه أن يتولى هذه المسألة. هل حققت ما يتقدم في المفاوضات؟ هنالك اختلافات نحن نعرفها، يجب أن نفق أموالنا أقل ما فقناه في العام الماضي. هذا الأمر ليس بالصعب، ولكن في واشنطن وبشكل ما هذه تمثل مشكلة، فقد قاموا بزيادة الإنفاق مع غالبية الديمقراطيين أكثر من 33%، ولا يوجد أي منزل يستطيع تحمل ذلك. نستطيع إيجاد السبل للتخلص من ذلك. الرئيس تخلص من أشياء كثيرة نستطيع التحدث عنها، ولكننا وجدنا طريقة عقلاني لفعل ذلك. أعتقد بأننا نستطيع أن نحقق التقدم اليوم، وهذا ما أعمله. ما تقول لهؤلاء الذين أو أعضاء عديدين مجلسكم لن يوافقوا على أي قرار غير الذي أصدرته؟ أنت مخطئ وقد أسأتم تقديري. شيء يجب أن تعلمه بأن لا يتخلى أبدا عن الشعب الأمريكي. هم الشعب الذي يسعى لمصلحته. هل نستطيع الوصول إلى نعم؟ فقد مررنا مسودة القرار. أنتم بحاجة إلى قرار يدعمه الحزبان. شكرا، لقد حددت المشكلة. لا يوجد ديمقراطي، كل ديمقراطي صوت ضد رفع سقف الدين. لم يحصل شيء في مجلس الشيوخ. أنا لست سناتور ولا أسيطر على مجلس الشيوخ. لماذا لم يمرروا قرارا؟ الرئيس لم يحدثنا ل 97 يوما، فلا تلقوا باللوم علي للتواصل مع الديمقراطيين والتوسل إلى الرئيس للقاء واجتماع به، ولا تلومونا نحن الجمهوريين على هذا القرار الذي قدمناه. فعندما نضع الإنفاق للحكومة ونزيده ب1% في كل عام، فبطء نمو الحكومة فلكي يواكب الاقتصاد، كانت هذه فكرة ديمقراطية. عندما نضع متطلبات العمل لمساعدة الأشخاص للحصول على الوظائف، هذا الشيء صوت له السناتور بايدن ورئيس كلينتون وقع عليه ليصبح قانونا. كان هذه فكرة ديمقراطية أيضا. فليس ذنبي أن الديمقراطيين اليوم أصبحوا متطرفين جدا وبعيدين جدا تجاه الجناح الاشتراكي، فهم يعارضون طلبات العمل ويعارضون ادخار الدولار واحد أقل ما الذي انفقناه في العام الماضي. وهذا بالنسبة لي يضرب المشكلة هي الديمقراطيين. البيت الأبيض يقول أنه يحاولون إيجاد حلا في المنتصف. المشكلة هنا، علينا أن نحل المشكلة. إنفاق أقل مما أنفقنا في العام الماضي، وهذا ليس بالصعب. مع ذلك يرغبون بإنفاق المزيد، ولا نستطيع فعل ذلك. لا يوجد منزل يستطيع فعل ذلك. سبق وأن وضحت ذلك. ليس لديهم خطة ولم يمرروا شيئا، ولا نستطيع أن ننفق أموالا أكثر في العام المقبل ما أنفقناها هذا العام. سبق وأنا وضحت ذلك. سقف الدين لكي يفهم الشعب الأمريكي، يكون هناك بطاقة ائتمان عندما تصل إلى الحد الأقصى، ولكن يستمر بزيادة الحد في كل عام ويدفع فائدة أكبر. الآن 17 سنت من كل دولار تذهب إلى الفائدة، والآن نحن مديونون مثلا بمبلغ كبير جدا لبطاقة الائتمان، ولكن إذا كنا مديون أكثر ما نكسبه في عام كامل. نحن في أمريكا مديون لديوننا أكثر من ما يساوي اقتصادنا، أكثر ب20%. فهل يجب أن نستمر برفع سقف الدين أم أن نفكر بالتخلص من بعض النفايات؟ لو أنفقنا أموالا مليارات الدولارات على الجائحة، وهذه الأموال موجودة منذ عامين، يجب سحبها. إذا ما كان لدينا قرار لمساعدة الأشخاص على مساعدة لحصول على
وظائفنا فعل ذلك، وإذا وجدنا سبيلا لقطع الشريط الأحمر ويسمح للأشخاص بالعودة إلى بناء الأشياء في أمريكا ونكون مستقلين في الطاقة وعدم الاعتماد على الصين، لنفعل ذلك. هذا كل ما نطالب به، نحن عقلانيين. أنتم بحاجة إلى أصوات الديمقراطية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فلماذا تقدمون تنازلا واحدا؟ سبق أن قدمنا العديد من التنازلات، السقف على الإنفاق فكرة ديمقراطية، العمل أو مطالبات العمل كانت فكرة ديمقراطية. لا، ليس بس حيلة إذا ما كان